طيب فيما يتعلق بالجزائر، شاهدنا بعض الشيء أزمة دبلوماسية وتوترات، أو نقول توترات بين الجزائر وفرنسا، وقرار من الدولة الجزائرية بعدم تحليق الطائرات الفرنسية العسكرية داخل الأجواء الجزائرية. كيف تنظرون لهذا الأمر؟ نعتقد أنه مرة أخرى يعني نحن من خلال سياستنا الزوار، ما يسمى سياستنا الزوار والسياسة الأوروبية للزوار، لدينا ايضا علاقه استراتيجيه مع الجزائر. الجزائر شريكه مهمه للاتحاد الاوروبي ككل، ليس فقط في فرنسا، ولكن هناك اجماع حول هذا الموضوع، حول اهميه وضروره تعزيز هذه العلاقات الثنائيه مع الجزائر. لدينا تعاون على صعيد الطاقه مثلا مهما جدا، لدينا ما يقارب تقريبا 29 مليار يورو سنويا من التجاره الثنائيه. فهناك دون شك على ما يبدو خلافات بين فرنسا والجزائر، هذا الامر يتعلق بالعلاقات الثنائيه بين البلدين، ولكن نحن في الاتحاد الاوروبي في المؤسسه الاوروبيه مذكورون بان هناك اجماع، وهذا الاجماع يعني فرنسا جزء لا يتجزأ بهذا الاجماع داخل المجلس الاوروبي، مجلس الاتحاد الاوروبي، بان علاقتنا مع الجزائر علاقات يعني شراكه استراتيجيه مره اخرى، و على كما قلت فيما يخص المغرب يعني المجموعة من المستويات، نحن نتحدث عن دور مهم في الساحل مثلا، يعني السلطات الجزائرية تلعب عفوا دورا مهما بما يخص الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك على صعيد الطاقة كما قلت. فباختصار نعتقد انه هناك دون شك خلافات بين الطرفين، ولكن نحن من بروكسل ومن مؤسسة الأوروبية نعتقد أنه علينا أن نتعاون معا لتصدي التحديات التي أمامنا اليوم، وهي تحديات إقليمية ودولية. فيجب أن يكون هناك تعاون مستمر وحوار مستمر بيننا على المستوى الوزاري وأيضا على المستوى التقني في هذا الصدد.